هذا الموقد يسمونه البركان عندنا، هذا الموقد يسمونه البركان. طبعا هذا كرتونه حلو. هذا الموقد هو حديد مجلفن كامل، حديد وملحم، وهذا زي ما تشوف كذا كامل عندك هنا تقريبا. حجمه حجم كف اليد او اقل كمان. هذا ونفس الطريقه بالنسبه لموضوع نفس الطريقه موضوع التركيب تمام. هذا هو كذا تركبه في التحويل اذا حبيت تشغله على الدبه العاديه، واذا حبيت تشغله على الدبه الكاترج ما يحتاج اي تحويل ولا شيء، يركب عليه دايركت على الدبه الكاترج 450. واذا حبيت تركبه على الدبات الزرقاء او اي نوع من انواع الدبات اللي هي معروفه اللي احنا نسميها سن بريموس، يسموها دبات سن بريموس، ترجع تركب التحويله زي ما شفنا الان. الان بنوريكم تجربه عمليه اساس تشوف ايش قوه النار تبع الموقد. يعني وانت لو شفت قوه النار تبع الموقد اكيد راح تقرر بعدها انه ايش يعني، هل الموقد هذا ينفع لك في الطبخات والكشتات ولا حق شاي وقهوه بس. الحين شوف، الحين راح تشغل الموقد ما شاء الله تبارك الله، زي ما تشوف كيف شعلة النار تبعه، شعلة قوية يعني تجيك يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. بطي بطي النار ابو فهد، الله يسلمك، بطي النار. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذا يمشيك من الشاهي للحاشي، امورك مضبوطة ان شاء الله يعني. يعني قدر الضغط تشتغل، حتشتغل عليه تمام ان شاء الله باذن الله. في متانة في نفس الحديد يعني ممكن ياخذ على قدر الضغط عالي ترى. الا حياخذ ما شاء الله الحديد نفسه ما شاء الله تبارك الله يعني في متانة فعليا. وهذا زي ما قلنا اللي احنا نسميه موقد البركان. يجي منه نوعين، هذا النوع الارضي اللي يجي في الارض، وفي نوع يجي على شكل راس دافور بالضبط. نفس الشعلة اللي في الداخل، هذا نفس كل قوة نفس كل شيء، بس يركب على طول زي كأنه راس دافور يركب.